الشباب منبع الأحلام. حلمي بدأ صغيرا وسرعان ما أصبح بحجم وطني لأنقله معي إلى العالم. وبدعم أهلي أهل الإمارات ترسخت موهبتي وحفرت بصمتي في عالم الفن. ولكن الفن ليس مجرد موهبة، هو نعمة من رب العالمين، علينا أن نحسن استخدامها. مهما كانت رسالتك في الحياة، قدمها بتحضر ورقي بعيدا عن السلوكيات الخاطئة، كي تكون سفيرا مخلصا لمجتمعك ومدينتك ووطنك. كن شريكنا في أمن مدينتنا. أمنكم سعادتنا.